الزايد يقضي أيضا على أصعب الدهون. لنظافة فائقة اختاروا لوشاوت بيرفورمانس، أفضل سائل غسيل الملابس في الجزائر. بديعة، هيا هيا، واش كاين غير خير؟ سكتي برك، عندي مشكل. عمري ما شفت واحد عنده مشكل هو فرحان. واش كاين؟ عم جايين يخطبوني. شكون هذا؟ هذا وين تحكي لي؟ لو كان حكيت لك ما يجيش. تخافيش، مش راح نعينك، راح نفرح لك. وهذا هو المشكل؟ لا لا، كذبت عليه. وش فيها؟ ناس كامل تكذب قبل الزواج. هي على بالي، بصح قلت له هنا بنت سي محي الدين ولا لا صغار. شكون كان تفيق لك مطعم لا صغار؟ بلا ما نحكي لك، تشوفي واش صرا لي تفهمي كلش. بديعة، عم بالك كحلتي هالي؟ المحلي وين كنت؟ كنت في القبر، كانت عندي هضرة مع بابا. بابا كدعي له بالرحمة، مشي تهضر معاه. وش حبيت يقولوا عليك الناس؟ محي الدين في الشوشة هبل؟ ساكنة. أنعم. راني خايفة. وعلاه لالا زهر تاكل العباد؟ هضري معاها وخلاص. وزعما تقبل؟ جربي، اللي خاف طيحات عمره ما يركب. حظ موفق. حقا هذيك زعما ما تضوش في حالها. شكون؟ خالتي دوجة؟ ايه خالتك. لو كان هكداك ما كانش تجيب رجليها وتمد لنا حقها، كانت بعت المحامي ديالها وهي فرت. سي محي الدين الزهور، اسمحوا لي بزاف. عتيقة عندها هضرة مهمة حبت تقولها لك. قولي لها انتي. قولي لها انتي. واش كاين؟ ولا زهور ما قالت لها والو؟ ما قالت لها والو، يوم ما قالت لهاش. هي تاني واش حابة يكتبوا معاها؟ ايه واش فيها؟ مدام ليلى زهور لو كانت تلقى تخلينا كامل بايرات. بصح الناس يكتبوا في صوالح واحد اخرين، ولو كان في يقولها والديها. وين والديها؟ مسكينه يتيمه. ها واش جبتينا جديد اليوم؟ والو، شاف راني خدامه. قلبي هاي هاي هاي. واش نزيد لكم قهوه هنا؟ شاف قول مموح يعاوني. ماشي مموح اللي يعاونك، هاو اللي يعاونك. بطل عليك الناس ولا كذبوا عليك، عييت ما تخبي يا ولد الناس وظهر واش فيك. ديك صح زهور، نحيتي علينا الغمة. الله يسلمك. عدتني عتيقة مسكينة، نقبل وهي تبكي. يروح لها مكتوبها من يدها، مش غير تبكي. من وقتش دخلوا روحكم في هاد الحكايات؟ الغلطة ديالها، وش داها تكذب؟ نقدروا نعاونوها يما. ايه وكيفاش نعاونوها؟ نخلو الخطابه يجو ونقولوا لهم بلي حنا فاميلتها. نكذبوا؟ ايه واش فيها الزهور؟ وحنا عملنا ما كذبنا. المحي راك معاهم؟ لا لا، صح غاتني شويه. واش فيها يما؟ نهار ويفوت. ما تعلمي، بالك هذاك هو مكتوبها. أتفهم قلقك يا سي محي الدين، حتى أنا وراني متوتر أكثر منك، لكن اسمح لي أسبوع ما يكفيناش باش نكملوا الإجراءات. أسبوع بزاف مبروك، وراه قريب التورناج وكذا. ولا لا عمي محي الدين؟ التورناج؟ إيه إيه، ومعد فهمك. اسمحوا لي بزاف سي محي الدين، خطيب عتيقة راح يوصل ولا لا زهور قلت لك باه تستقبله. صح دوك نجي. عمي محي الدين، وهذاك الشغل واش درنا؟ واش مشغول؟ مبروك. طلب جماله فيما يخص ماذا سي محي؟ قول له يقول لك. عمي محي الدين، ميل فاي مكليج هم بعد مبروك، شحال يحب الميل فاي.
تفضل سي جمال، ما هي طلباتك؟ انت ما عبكش كاع بالحكايه. لا ما على باليش. يسمى نبدا لك من الاول. مرحبا بك سي ميسيو عصبان. لا 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 بس. لا 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 بس الحمد لله الله يسجيك. مرحبا بك سي عصبان. الله يسجيك. تفضل. انا محي الدين في الشوشه، فاطمه الزهراء مرتي. متشرفين. يا لكل حال عتيقه موالفه تهضر لي عليكم، وانا كنت حاب نجي من قبل. انا غالب مع الخدمه هاكو فاهميني. تفضل بصحتك. الله يسجيك. واش تخدم؟ ايه مفتش جوده، كنترول كاليتي. خيار الناس عتيقة عرفت واش تخير. هذا سحقوه. حقاو واش من جهه تخدم؟ انا ما نحبش ندخل في التفاصيل، خاطرش انا من نوع اللي يفرق بين الحياه المهنيه والحياه الشخصيه، ومادا بيا ندخلوا في المفيد. راكو فاهميني؟ رانا فاهمينك يا وليدي، اتكل على ربي. كيما يقولوا لازم نهضروا بزاف ونفهموا شويه. انا جيتكم بالحسب ونسب باش نطلب يد بنتكم عتيقه، راكم فاهميني؟ هكذا راكي شابه عتيقه. يعطيكم الصحه لا نرجس ولا زينب، كما ماشي نتوما وكان راجل وراح بلا مزيه عتيقه، وربي يهنيك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واش بك ماكيش فرحانه؟ والو لا لا راني مقلقه كيما كذبت. خلاص دوكا عتيقه ما تقدريش تعاودي تولي للور. واذا على الكذبه راهي بيضه ما عليهاش. الله هيا نهبطوا. هيا ولازم تجي معايا بوه. نخلوك تهبطي وحدك؟ ما تجياش. هاي جات العروسه. مساء الخير صبان. مساء الخير عتيقه. جوزي تقعدي بنتي. تحشم. هاي بنتي عتيقة الوسطانية. الوسطانية اسمها كاين اللي قبلها وكاين اللي موراها. تسمى عندها خوتها. خواتاتها كاين زينب نرجس وفضيلة المزوجة. حسبان دوك نفهمك. ما عندك ما تفهميني. ماشي قلتي والدي عندهم طفلة واحدة في اونيك؟ بعد الشر هادشي مازال ما تزوجناش وبديتي تكذبي عليا. وزن كلامك سي عصبان، انا بناتي ما يكذبوش. اسمح لي ما انا ما فهمتش. انا نروح راني خدام. استنى دقيقة واش بيك؟ المحي خليه يروح ويقول لك عنده خدمة. تسمى فهمتيني؟ كل شيء بالمكتوب. عصبان انت ثاني عتيقه كذبه تنطح خوتها. نسيتي روحك؟ لو كان ما قلت جاكاك ما يقبلش بيا. ما يقبلش على روحه. وحدي يروح وحدي يجي. عزبت لك انا في عمري 20 سنه هادي بالكذب وبالسب صيدته. مالا عزيزتي الصياده، اطلبي ربي انه لالا زهور ما تطيركش من الدار. مفهوم عتيقة. غيورة. محي خليتو جات ولد في الطليان. زهور هاكي خايفة على الورد كتر مني. راني خايفة على رزقنا الماحي. ماشي قلتي لي زعما خالتك دوجة محال ترجع في كلامها. هادي خالتي دوجة مرت باباك وهاد الشي لازم تتقبلو محي الدين. نروح نصيد. واش راكي تسني يا خضري؟ لا زهر سمحي لي معليش نهضر معك دقيقة. صباح الخير سي محي الدين. صباح الخير حسن. صباح الخير سي محي الدين. هاك راهي مشارجيه صار سمع عليك غير تيري. هاتي هاتي الحسن. اوه
أصبان يا صباح الخير السي محي الدين. واش وقيلا خممت منيح وبدلت رايك؟ ما جيتكش على عتيقة، جيتك على أمر واحد آخر إذا راك فاهمني. مانيش فاهم. جيتك اليوم بصفتي مفتش جودة كنترول كاليتي، راك شافي يا قلت لك. شفيت وراني زرت كامل المصانع، وبما أنه المكتب الرئيسي تاعك راهو هنا ماذا بيا نشوف كامل الملفات. الله يسجيك. نقدر نعرف ما هو الدافع اللي خلاك دير رقابة جودة على شركة السيد فشوش؟ باين عليك كليت بزاف المعجون. ما هو الشيء اللي يمنعني به ندير الرقابة لشركة السي فشوش؟ لا يوجد. شفت؟ اسمحوا لي يا شفت حزاز اسملح. ماذا بيا ندخلوا في المفيد؟ يكون في علمك السي محي الدين، أني ديت عينة تاع مربى المشماش والزبدة اللي تخدمهم للمخبر. إيه منيح ادوهم. على كل حال احنا بعد ما خبوا دركا لازمني نشوف الفاتورات وكامل لي بوند كوموند تاع المادة الأولية اللي شريتوها في هذا الخمس سنين باه نكونتروليهم. إيه نعطيهم لك ولا المشكل. ها مبروك. في الحين سي محي الدين في الحين. جيبوا القهوة. من فضلك السي محي الدين، أنا إنسان نزيه وشفاف وراني هنا في إطار خدمة. الفاتورات ولي بوند كوموند الله يسجيك. تفضل سي عصبان. سي عصبان على بالي الشي اللي درتو بنتي عتيقة زعفك بزاف، على هادي جيت باش تكونترولي. بنتك عتيقة ما عندها حتى دخل السي محي الدين. سي عصبان وراه بلا عقل. لا لا أنا رايح بلا عقل، وراني خادي كامل وقتي كيما يقول المثل، لي ماشي في كرش المشماش ما يخاف من الدود. راك فاهمني؟ راني فاهمك زور. راهم معول على بالك البيرو فلاه ما خلى حتى دوسي. يخليه يفلي على روحه، انت ما عندك على تخاف. لا لا ما على باليش انا، على بالك صاحب شركة عندي والخدامين الغلطات يقدروا يصراوا. هذا كامل على جل عتيقة كي كذبت عليه. يتسمى هذا لو كان يعرف باللي مشي بنتنا كيفاه. لازم لها تكمل في لعبها حتى يروح. ايه صح، وش بتسنوح يقولوا لها. سي محي الدين نحتاجك دقيقة. واش كاين؟ كيفاه؟ 30 سنة وانا نخدم عندك، حتى اليوم باش نعرف بلي هي عتيقة بنتك. ايه هم بعد هم بعد واش كاين؟ ها بنتي. والو. سي محي الدين لا زهور سمحوا لي بزاف، شفت السي عصبان جاي وجدتها على السريع. حطوا لها. السلام عليكم. سي عصبان مرحبا بك، تفضل تشرب معنا قهوة. لا لا بصحتكم، أني جبت الفطور والقهوة ديالي. بين الغابات الجميلة والعرائس والغزلان، الدب يرقص في الغابة والفيل يمشي كسلان. لا 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 عتيقة أرتي من جعلولة البارح برك سوديتها. أنا سودي وانتم تكسروا ولا كيفا؟ أش هك تعيد منور؟ سيك طويلة منور أون بيرسون. واش خداك؟ خلي بنتي تلعب. بنتك؟ نسيت. إخي حالة إخي بنتي. شك 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 ما بدونا. طحي طحي. بنتي عتيقة بنتي لما حيراني خايفة بزاف على بنتي تغشت. ما قبل برك كانت لاباس بيها. لا لا عندها شحال ملي ماهيش مليحة. هذه ما موالف تصرالها. اسمحوا لي انا لازم نروح بان نلحق بطرولي. عتيقة
باش فعلك عتيقة. أو راح نودي نودي سيد ما لبش قبلك. صباح الخير عليكم. صباح الخير. عمار تاجدي لي قهوة عاصي وقاتلني. عتيقة سيدي بلي انتي في الشوش الصبر دوك يحبطوا تشربي معاهم. يرحم بابك ما تزيدش تكمل عليا. واش ما عجبكش الرول؟ يا ودي ندمت النهار اللي عرفت فيه هذاك عصبان كيما درت معاه والو حتى القهوة ما حبش يشرب من عندي. على كل حال كي تشوفيه باين يابس. شفتي لو كان ما كذبتيش عليه من الاول ما كانش كيما الصح. لا ما ربحتيش تسلكي على خير. ما عندكمش كرواسون نتوما؟ خي ميزيريا يا اخي. تفضل. الله يسجيك. سي عشبال حبيت تشوفني؟ لا لا ما حبيتش نشوفك. عيط لك على جال الخدمة. ايه خير ان شاء الله. لا لا خير ان شاء الله. تفضل. راهم وصلوني التحاليل تاع اللابوراتوار. المعجون ديالك السي محي الدين في 100 غرام لقينا 0.02 نتاع السكر زيادة على الشيء المسموح به. زيادة؟ بصح انا عمري ما قلت نزيدوا شوية في السكر. المهم هي كاين بزاف اللي يديروا هادشي باش يبيعوا السلعة ديالهم. بصح هادشي غير مسموح به قانونيا. راك فاهمني؟ واني نقول المعجون تاعي يمشي من بصح يا با ما على بالوش هادو ما يكونوا غير الخدامين داروها بلا ما قالوا له. لا لا صح ممكن ممكن بصح الوزين ديالو والدراهم هو اللي هو يربح فيهم. كي فهمتني سي محي الدين؟ لقد أخبرت السيد عصبان أننا سنقوم بالتحريات وسنعاقب المسؤول عن هذا الخطأ الخارج عن نطاقنا. عاقبوا ولا عنقوا؟ هذا الشيء شغلك. سي عصبان اسمح لي سي محي الدين وقت اللمجة وأنا تعرفني نحب نفرق بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. واخد هذا عصبان واخد برك هو محنا بنتي محي كيفاش يزيدوا السكر للمعجون تاع الاخبار؟ وين على بالي على زهور؟ يابا هي في صحة الحوايج ما لازمش يخفوا عليك وزيد انت يا رئيس المدير العام معلوم. ويابا سيد تهضر معاه 0.02 غرام ماشي حاجه كبيره. يا بنتي سيد صح هو ويدير في لاسكاره لاخاطش عتيقه كذبت عليه. كذبنا عليه ما فهمتوا علاش حصلنا روحنا في حكايه اللي خطيتنا. يما حنا قلنا طفله مسكينه يتيمه نعاونوها ونربحوا حسنه. والحسنه نربحوها بالكذب؟ شوفي وين وصلنا على جالها. يابا ودوك هو شو قادر يديرنا؟ شي حاجه بنتي يكسرنا بكاس بروسي صحيح هذا ما كان. دور دور عندي هضره معاك. تقدر تفهمني علاش راك شاحن على سي محي الدين؟ راني نخدم في خدمتي وانتي تقدري تفهميني علاه راكي لابسه هذا اللبسه؟ شوف باش ما نطولش عليك ندخل لك ديريكت للخاتمه. انا ماشي بتفشوش انا فام دو ميناج. كذبت عليك خاطر خفت ما تقبلش بيا كي تعرف بلي انا خدامه ومانيش قد المقام. هما وقفوا معايا خاطر غدتهم كيعرفوا بلي انا يتيمه. يتيمه عصبان ولا عندك مشكل تريق ليه معايا ماشي معاهم هما. انا اللي كذبت عليك. خي بنادم يا خي. جات الشتا وجاو الرياح بيك وعديك وجات الهموم قويه بيك وعديك. سي محي الدين لزهور سمحولي بزاف لقيت عتيقه تلم في قشها ورايحه. زهور حوستيها؟ انا ما حوستهاش. انا قلت تروحي تهضري معاها لالا. هذا ما خصني شي كامل اللي راهو صار على جالها وحبيتيني نزيد نروح نهضر معاها باش ما تروحش. حاشا لالا ما كنتش نقصد مجرد اقتراح برك. سي محي الدين من فضلك السي عصبان باغي يشوفك على انفراد. معلوم
خلينا نخليكم. هيا السلام عليكم. المهم انا راني كملت خدمتي وراني حاب نهضر معك قبل ما نروح. على بالي على بالي، تفضل. على كل حال انا راني عارف وانت راك عارف باللي انا راني عارف باللي كذبتوا عليا فيما يخص عتيقة، اك فاهمني؟ ما درناهاش بالعاني. بصح ما نكذبش عليك، عجبتني الصراحة تاعها وراني ناوي نجي نخطب اذا راكو قابلين. واش معلوم رانا قابلين. وين نصيبو خير منك سي عصبان. الله يسجيك مدام. قصدتو خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بابا ماذا بينا ندخلوا في المفيد ونحضروا على الشروط. ايه يا وليدي عندك الحق. اسي مهدين مدام هما متفاهمين وحنا قابلين ماذا بينا ندخلوا في الشروط. واش يقول لك الحاج؟ انا عتيقة راهي كبنتي وماذا بيا تعيش معززه مكرمه في دارها. والشروط واش نقول لكم؟ نطلب لهنا هذا ما كان غير لهنا اللي تلقاها عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. مساء الخير. مساء النور. تفضلي بريا سيف الشوش. من فضلك سني لي هنا. سي محي الدين اسمح لي بزاف وصلتك رساله. سكينه ماشي وقتو. عن طريق البريد السريع. سمحوا لي. واش كاين معي؟ شحطوني مليار و500. سي عثمان انت اللي بعت لي هذه. انا شفت الكاشي ديالك. الكاشي ديالي هي تم رجعوا لك. هذيك هي هذيك هي هذيك هي. كيفاش هذيك هي؟ مليار و500 و55. مليحه مليحه. صح ماشي قلت لي كون مهني كي تخلصهم تتهنى. عمي محي الدين ماذا بيا ما نهدرش في هذا الموضوع خاطر شان نفرق بين الخدمه والحياه الشخصيه. هاكو فاهميني؟ ودرك ما نشوفوش العروسه. لا نرجس حنت وحشكم كان راح. يسلمك عتيقه، المهم تكوني مهنيه. عتيقه هيا رامي يسناو فيك. علاش كي زعفانه على زينب؟ مانيش زعفانه، هيا نحبطو. ما نهبطش حتى تقولي لي واش كاين، واقيلا ما فرحتيليش. عصبان تاعك دار بروسي ليابا مليار ونص. ها؟ هاي جات العروسه. خير عتيقة. صحة عصبان. خموسة ليها وليدي عنده واش تخير. عنتيك الحجة. واش الأزهار فريتوها مع الشروط؟ إيه خلاص تفهمنا على الشروط. شرطوا فيك غير لهنا. لهنا ما يكفيش. أنا هنا راني عايشة لاباس عليا ما خصني والو. عصبان أنا باش نتزوج بيك لازم تريقلا وفي صداق. عتيقة واش أختك؟ على بالي فاني ندير الازهار. شحال راكي طالبه صداق؟ سي محي الدين عرفت شو هذيك الورقه؟ هاك عطيها لها. مليار و500 و55. شحال؟ اش بك يا بنتي؟ هبلتي ولا وشنو؟ ما وليدي منين يجيب لك هاد الدراهم؟ عتيقة انت على بالك بلي العمل ديالي ما يسمحليش باش نوصل لهذا المبلغ وراكي فهمتني؟ وانا مادا بيا نفصلو بين حياتنا وخدمتك راك فاهمني؟ اوه
أكثر. دفعت بلا إن شاء الله. عندها الحق بنتي زينب. أنا المسؤولة. لا لا زهر، سي محيدين حبيت نهضر معاكم. واش تاني عتيقة خير؟ حبيت نقول لكم سمحوا لي على واش صرا، وماذا بيا نخلص لكم هذاك البروسي. ها؟ عتيقة، البروسي أنا اللي لازم نخلصو. وأنتي من عندي بيه مليار ونص. أنا قلت كل شهر تنحوا لي من لابي 100,000 حتى نكملو. استني 100,000 1,250 سنة نكونوا هنا؟ أنا هذا واش نقدر؟ لنظافة فائقة اختاروا لوشاوت بيرفورمانس أفضل سائل غسيل الملابس في الجزائر. والآن فريل أنتي بكتيريا الجديد يقضي أيضا على أصعب الدهون.